مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم هنا من دوار إسوفين إقليم الحسيمة. هنا الطريق ديالنا الآن، دوار إسوفين إقليم الحسيمة. أنتم أخوتي دوار إسوفين إقليم الحسيمة. صراحة من رائع وجليل، أنتم طبيعة ما شاء الله تبارك الله. صراحة الواحد يجي غير هنا ويستقر هنا في المنظر الرائع والجميل في الدوار هذا، دوار إسوفين إقليم الحسيمة. شوفوا الطبيعة كيف نعمل أخوتي. إذا كما قلت أختي الآن دوار إسوفين إقليم الحسيمة، يعني تفوت جماعة أجدير، جماعة ديال بوكيدار، جماعة يوسف وعلي، جماعة بني بوعياش، غادي محسوبة على جماعة أيت فروين بني بوعياش. اللي بعيدة على بني بوعياش تقريبا شي 25 كيلومتر. إقليم الحسيمة صراحة منظر رائع وجميل، هاد الطبيعة دي في دوار إسوفين إقليم الحسيمة. الآن في الجو هادي
إذن كما كتشوفوا مشاهدي قناة تيفي، حنا الآن في الجولة هذه داخل الأقليم الحسيمة في ديال دوار إسوفين، الطبيعة والمنظر الرائع والجميل. التصاريف دوار إسوفين جعل أي تروين إقليم الحسيمة، دوار إسوفين جماعة أي تروين إقليم الحسيمة.
إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.